الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. أعلنت بلدية محافظة النجف منح الموظفين العاملين بأجر يومي إجازة إجبارية، وذلك بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الدائرة. واستثنت البلدية الموظفين العاملين بصفة عامل نظافة أو سائق، مبينة أن الأجراء يشمل كافة الإجراء الذين لا يعملون بصفتهم المتعاقد عليها ضمن العقد. يواجه العشرات من سائقي الشاحنات أوامر بمنع مرورهم عبر سيطرة سرحة على طريق كركوك بغداد تحت ذريعة حملهم مواد ممنوعة. وذكر سائقو الشاحنات أن القوات الأمنية تمنع مرورهم عبر هذه السيطرة لليوم الرابع على التوالي، مشيرين إلى أن هناك نحو 350 شاحنة محملة بالخضار والفواكه تنتظر العبور. ووجه سائقو الشاحنات مناشدة إلى الجهات العليا للتدخل وإيجاد حل وتسهيل مرورهم قبل تلف حمولاتهم. ادعت وزارة الزراعة الحالية أن ارتفاع الأسعار يرتبط في بعض الأحيان بوفرة المحصول من عدمها، وأكدت الوزارة أن المحاصيل حينما تتوفر تقل أسعارها، وعند شحها ترتفع الأسعار، فضلا عن تدخل بعض التجار الذي يرفع أسعار بعض المحاصيل. ونفت الوزارة أي علاقة لها بعملية وضع الأسعار، لافتة إلى أنه لا يوجد قانون محدد لمحاسبة المخالفين، وأن العراق من الدول التي تعتمد مبدأ اقتصاد السوق الحر، وأنه لا يمكن فرض سعر محدد، مدعية أن الموضوع يختص بالعرض والطلب. أكدت منظمة التنمية التجارية الإيرانية أن العراق جاء في المرتبة الثانية بعد الصين في قائمة الدول الأكثر استيراداً للسلع من إيران، وبقيمة بلغت 6.780 مليار دولار. وذكر مكتب الشؤون العربية والإفريقية أن العراق استحوذ على 19.3% من إجمالي صادرات إيران البالغة 35.144 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية. أعلنت دائرة الجمارك الصينية عن تراجع كبير للصادرات النفطية من العراق إلى المصافي الصينية المستقلة خلال شهر كانون الأول الماضي 2021. وأظهرت الإدارة في إحصائية لها أن صادرات العراق النفطية انخفضت بنسبة 49.6% لتصل إلى 539 ألف طن متري مقارنة بشهر تشرين الثاني الذي بلغ 1070 مليون طن متري. وأضافت إدارة الجمارك الصينية أن الصادرات النفطية العراقية من كانون الثاني إلى كانون الأول الماضي من العام الماضي 2021 بلغت 8,767,000 طن متري منخفضة عن المدة نفسها من العام الماضي 2021. وهذه انتقالة سريعة لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن. إلى اللقاء.